بالتزامن مع ذكرى انطلاقها وتحديدا في 13 من مارس من عام 2005 انطلقت أولى نشرات أخبار الدار، وها نحن اليوم نستذكر معكم ميلادها ونرصد الرحلة الناجحة لنشر الأولى لانطلاق أولى نشرات أخبار الدار مع فريق العمل، والذي كان تحدياً لنا في وقتها لتأسيس نشرة أخبار محلية واعدة على شاشة تلفزيون الشارجة. احتفالنا اليوم بهذه المناسبة لا يعد احتفال بمرور 16 عاماً على إنجازات والعمل الدؤوب لفريق عمل أخبار الدار، بقدر ما هو احتفاء بإنجازات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وذلك استكمالاً للمسيرة الإعلامية التي بدأتها إمارتنا الحبيبة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. وقد ساهمت أخبار الدار ومنذ طلاقتها في الترويج للإمارة محلياً ودولياً من خلال شبكة من المراسلين. المراسلون حجر أساس أخبار الدار، فهم من ينقلون نبض المكان للمشاهد بعيون أبناء الدار، حتى في أصعب الظروف كانوا معكم لتبقوا سالمين في منازلكم. تأهيل أبناء الوطن لخوض غمار العمل الإعلامي استراتيجية تنبثق من رؤى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ووضعتها أخبار الدار نصب عينيها إيماناً منها بأنهم خير رسول لوطنهم. استقطاب الكوادر الوطنية الشابة هو ما عملت عليه أخبار الدار، وذلك ضمن استراتيجية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لخوض المجال الإعلامي وإثبات كفاءتهم في المجال. هويد الشرقي الوجه الجديد في تقديم نشرة أخبار الدار التي طلت عليكم في أولى نشراتنا لهذا اليوم المتزامنة مع مرور 16 عاماً، هي إحدى ثمار هذا التأهيل. من مركز الأخبار بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون أحييكم، أنا هويدة الشرقي، فخورة جداً أني أعمل بمركز الأخبار بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بقيادة وإدارة أستاذة سناء بطي، اللي تسعى دائماً أنها تأهل الكوادر الوطنية الشابة. ونعدكم نحن كفريق مركز أخبار الدار بتقديم الأفضل بكل صدق وشفافية. سرد قصة وطن بروح عصرية، رسالة أخبار الدار، وظفت لأجلها كافة الإمكانات وأحدث التقنيات في فضاءات العمل الإعلامية. الأعوام الماضية كانت شاهدة على نجاحات وإنجازات أخبار الدار المستمرة في صناعة الخبر المحلي، ملتزمة بالمصداقية والشفافية، والمسيرة ما تزال مستمرة. لأخبار الدار ريم عيسى.